لم يكن أحد مثله في زمانه، وكانوا يقولون لم يرى أحد الحكمة أقرب إلى فيه من أبي سالم، من أبي حازم. ومن كلامه رحمه الله: لا يحسن أحد بينه وبين الله إلا أحسن الله، لا يحسن أحد فيما بينه وبين الله إلا أحسن الله فيما بينه وبين الناس، ولا يعور أحد فيما بينه وبين الله إلا أعور الله فيما بينه وبين الناس. مصانعة وجه واحد خير من مصانعة الوجوه كلها. مصانعة وجه واحد هي مصانعة وجه الله خير من مصانعة الوجوه كلها. ومن كلامه رحمه الله أنه كان يقول: كل نعمة لا تقرب من الله فهي بلية. وقاله سليمان بن عبد الملك الخليفة في ذلك الوقت، قاله: يا أبا حازم، ما بالنا نكره الموت؟ فقاله أبو حازم: لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة، فأنتم تكرهون الخروج من العمران إلى الخراب. وكان مرة مع بعض تلاميذه، فمروا على جارية معروضة للبيع، حسناء كأحسن ما يرى الإنسان، قد هيئت وجملت وعرضت للبيع. فقال أبو حازم لتلاميذه: كم تعطون وتأخذون هذه وتكون لكم؟ فقال أحدهم: وددت أنها لي وأنني أعطي كذا وكذا من المال. فقاله أبو سالم أبو حازم: هل أدلكم على أحسان منها بأرخص؟ امرأة من الحور العين، صداقها كسرة خبز يطعمها أحدكم مسكينا أو ركعتان يركعهما من الليل، فهذا والله أحسن لكم وأيسر مما تبذلون. وجاءه مرة عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وابن صاحبه، قاله: يا عم، إني ألوم نفسي على شيء. فقال: وعلى أي شيء يا ابن أخي تلوم نفسك؟ فقال: على حب الدنيا. يعني الآن نحن في وقت لا تكاد تجد من يشكو إليك مثل هذه الشكوى. الناس تسأل أسئلتها عموما فقهية، وفي كثير منها احتيالية، خصت غير كيفاش. ولكن مرة أنا واحد في أوروبا بولوني حديث عاد بإسلام، يعني حديث عاد بالمقارنة معنا اللي احنا ولدنا في ديار الإسلام، سألني مرة سؤالا ظهر لي فيه نقصنا نحن أبناء الإسلام أبناء العروبة. قال لي: كيف أجزم بأنني لست منافقا؟ قد أكون منافقا، قد يسري في النفاق وأنا لا أدري. حنا الآن في زمن غير كيف أعرف أنك منافق، أنت ماشي أنا تحدث سؤال الرسول، كيف أعرف أنه قلت له سؤالك عن هذا أولا علامة إن شاء الله على عدم نفاقي، لأن المنافق لا يسأل عن مثل هذا. أنا جيت يشكو إلى أبي حازم حب الدنيا، سيدي رانا تنبغي الدنيا واش كاين شي دواء. فقاله أبو حازم: اعلم يا ابن أخي أن هذا شيء لا ألوم نفسي عليه، إن الله حبب الدنيا إلينا، زوين للناس حب الشهوات لها، ولكن لا ينبغي أن يدعونا حبها إلى أن نأخذ منها شيئا يكرهه الله أو نمنع منها شيئا يحبه الله، فإذا كنا كذلك لا يضرنا حبنا إياه. ومات رحمه الله سنة 40 و100.